أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. هذه الحلقة يغلفها الكثير من التفاؤل والفرح، ونبتعد كثيرا عن لغة التشاؤم. فكما يقال، الإنسان القارئ تصعب هزيمته، ميمكنش تغلبه، وحياة واحدة لا تكفيه. مناسبة هذا القول هو نموذج شابة مغربية في عمر 30، اسمها بالكامل نادية بادي، أم لطفلين، موظفة لم تمنعها التزاماتها لا العائلية ولا المهنية ولا الأسرية من فعل الدوام على القراءة والمطالعة. فقد طالعت نادية خلال سنة 2019 أزيد من 150 كتابا متنوعا بمعدل كتاب في يومين. وحسب موقع المنصة الذي أجرى حوارا مع نادية بدي مشكورا، قالت أن الأمر يتعلق ببرنامج أحرص على تنفيذه كل يوم، بحيث أخصص وقتا للقراءة قبل النوم. ووتيرة القراءة سريعة لديها. وأضافت نادية، يعني ما الذي يمكن أن تتعلمه من القراءة؟ قالت أنها تعلمت من القراءة الانفتاح على ثقافات مختلفة، والتسامح، وقبول حق الاختلاف، والتنقل عبر الزمان والمكان، بالإضافة إلى اكتساب رصيد لغوي كبير جدا. هذا العمل الفردي يقابله كذلك عمل جماعي أو مجموعاتي، بخلق مجموعة فيسبوكية اسمها كتبنا، انطلقت في أواخر 2019. هذه المجموعة يعني هي بادرة جميلة من طبيعة الحال لمناقشة الكتب وجديد الكتب وعرض هذه الكتب وعرض مقالات نقدية وعرض العناوين والنقاشات والحوارات واللايفات والتعليقات. وهي من طبيعة الحال بادرة جميلة تنضاف إلى مجموعات أخرى إلى منح فعل القراءة عوالم خاصة بهيبة ثقافية وأبعاد فلسفية. هذه النماذج توجد من طبيعة الحال بنموذج لتحدي القراءة السنة الماضية، ويتعلق الأمر بالتلميذة مريم أمجون ذات 9 سنوات، والتي فازت بجائزة تحدي القراءة العربي في الدورة الثالثة. وقالت مما قالته أنه شعور لا يوصف، يعاش فقط. فقد غمرتني فرحة كبيرة لأنني مثلت بلدي خير تمثيل. وأضافت أن القراءة تجعل الأطفال يحيون الماضي ويفهمون الواقع ويستشرفون المستقبل ويتجاوزون صعوبة الواقع ويتحررون من المكان والزمان. بهذه التعابير الجميلة يعني تفوقت مريم على 300,000 تلميذ مثلوا 3842 مؤسسة تعليمية. الاحتفاء بمريم أمجون كان احتفاء كبيرا، واحتفاء إعلاميا، واحتفاء شعبيا، وهو في الأصل احتفاء بفعل القراءة كطريق للتنمية البشرية في بعدها الإنساني الكبير. تلميذة أخرى شاركت في مسابقة تحدي القراءة لسنة 2019، وهي فاطمة زهرة أخيار من مدينة تطوان،
ونافست على لقب الدورة الرابعة، وهي بطبيعة الحال تتابع دراستها بثانوية القضائية بتطوان، وذلك بعد تتويجها على الصعيد الوطني. المهم في مشاركة فاطمة الزهراء أن مشاركتها كانت فعالة، لا يهم بطبيعة الحال الفوز بالجائزة أو بالمراتب الأولى والثانية والثالثة، ولكن الأهم صحبة مريم أنها ملهمة أو ملهمتين للكثيرين من المغاربة صغارا وكبارا وعلى مختلف الأعمار، أن يصبح لنا قدوة وتصبح لنا ملهمة أو ملهمتين عن جدوى القراءة وأهميتها، هذا هو الجميل. لكن في خضم ما يعيشه المغرب من تحولات، ويعيشه من مرحلة انتقالية كبيرة جدا، المعركة الحقيقية للمغاربة، أقولها أن المعركة الحقيقية للمغاربة هي الرهان على القراءة، الرهان على فعل القراءة كفعل يومي وتمرين روتيني على الدوام. فكما يقال وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو الأمام. فمن يكتب يقرأ مرتين، وشعوب لا تقرأ محكوم عليها بالإعدام، شعوب لا تقرأ شعوب محكوم عليها بالشقاء وبالإعدام. فعندما تصبح عند المغاربة في ظل ما نعيشه من سوشيال ميديا ومن وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت للكثيرين أن تصبح في كل بيت رغم البعد ورغم المسافات في أعالي الجبال وفي الصحراء وفي السهول، أن تصبح في لكل مغربي مكتبته الخاصة كضرورة من ضرورات الحياة، كالطاولة والسرير والمطبخ. عند هذه النقطة يمكننا أن نؤمن بأن القراءة وسيلتنا للتحرر، التحرر بجميع أشكاله. أن المغاربة المنفذ الوحيد لأن يتحرر المغاربة من القمع والكبت ويعني من كل مختلف هذه الأشكال هي القراءة كطريق للتحرر. نحن اليوم بطبيعة الحال في أمس الحاجة إلى نماذج ملهمة، وأقول إلى نماذج ملهمة نحترمها ونقدرها ونقيم الدنيا ونقعدها عليها، لأنها نماذج للفرح، نماذج مثل نادية بادي ومنها الكثيرون، ومريم أنجون وفاطمة الزهراء أخيار. هذا هو المغرب وهذا هو أملنا على إنتاج نماذج من هذه النماذج المعطاءة التي تمنحنا فرحا لا ينتهي، وتمنحنا وطنا قادرا على التسامح، ووطنا قادرا على الغوص في عمق الأفكار ونقاش الأفكار، ومغربا قادرا على الحب والعطاء. إلى هنا وبلغة الفرح، كان معكم أيها السادة والسيدات عبد الله الساورة، وإلى لقاء متجدد بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.